عليكم السلام ورحمة الله. خلاص هم صلوا ليلة القدر باعتبارهم يعني. كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور وهو على كل شيء قدير. نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كما اعتدنا لنبدأ، هل من سؤال؟ هل من سائل؟ تفضل. شو محضر لنا اليوم سؤال؟ صراع الشهوة مع النفس والإيمان. طيب، يعني مع انه في مواضيع اخرى، ولكن خير ان شاء الله. لا مش مشكلة، نجيب على سؤالك ان شاء الله، وانت بقى وقت نتكلم في امور اخرى باذن الله. يعني الاخ يسأل عن الصراع ما بين الشهوة وما غيرها من امور. غيرها، ناخذ الشهوة. طيب. ان شاء الله. يعني اللي تابعنا اخواني في ديش اقول من زمان، فقط في الأيام القريبة، يعني نتكلم فقط في الأيام القريبة، تكلمنا عن الجسد وتكلمنا عن النفس. قلنا إنه الإنسان يعني يتكون أو يتركب من مجموعة من المركبات، ومن ضمن هذه المركبات الجسد، ومن ضمنها النفس. وقلنا إنه هذا الجسد أصله شو هو؟ أصله ترابي. أصله ترابي. والنفس هي الوعي، هي انت. يعني لما تسأل مين انا، ما بتقول والله انا الجسد اللي طولي كذا وعرضي كذا، لا، انا النقطة النورانية اللي موجودة داخل هذا الجسد. اما الجسد اللي انا عايش فيه فيتغير، يعني في كل لحظة من لحظات حياتك هذا الجسد شو بصير فيه؟ يتغير. في اشي خلايا بتموت فيه، في خلايا شو بتحيا فيه، في شغلات بتكون عيانة بتشفى، في شغلات بتكون سليمة بتعطب، وهكذا. ولما ندخل الجنة هذا الجسد اللي انت كنت فيه في الدنيا اصلا سيتغير. الله سبحانه وتعالى سيعطيك جسد اخر يتلائم مع الجنة وما فيها من نعيم. يعني نعلم انه اجسادنا في الجنة ستكون بطول سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، يعني 70 ذراع. وبجمال ستبدأ، مش بقول بجمال، ستبدأ بجمال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ايش الضلع يا شيخ؟ يعني بدك تقول تقريبا 65 70 سنتي، قديش؟ أقل من متر بقليل، ثلث أرباع المتر تقريبا. لما تقول 70 ذراع يعني بدك تقول تقريبا 45 متر. عمارة مطابق 45 متر، هذا طول البني آدم. فنقول إنه الأجساد تتغير. شو مالها الأجساد؟ تتغير. وحتى إنه أهل النار الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجساد ملائمة للعذاب، يعني جلدها سماكته عظيمة جدا. ليش؟ لأنه العذاب يبدأ بالإحساس من فين؟ من هذا الجلد. فيبدأ أو تبدأ النار بأكل الجلد قليلا قليلا ويتعذب حتى تنتهي منه، ثم بعد ذلك تأكل اللحم، ثم بعد ذلك تأكل العظم، ثم بعد ذلك تأكل الأعضاء حتى تصل إلى قلب هذا الإنسان، وهكذا. المهم إنه الجسد شو ماله؟ الجسد هو شيء أنت تستخدمه يتناسب مع المكان أو الزمان اللي أنت موجود فيه. هذا الجسد إخوان، لو تكلمنا على هذا الجسد، نسأل هل لهذا الجسد وعي ولا لا؟
في له وعي ولا فيش له وعي؟ يعني نحتاج حتى نعلم شو معنى الشهوة واللذة واحتمالها والصبر عليها وغيرها من الأمور، نحتاج إنه نفهم أمرين ضروريين بخصوص الجسد. الشغلة الأولانية إنه هل الجسد له وعي ولا ما فيه له وعي؟ ونقول إنه الجسد له وعي، له وعي. شو منسميه علميا؟ الدماغ. يعني شايف هذه الجمجمة اللي موجودة هون، شو في داخلها؟ في داخلها جهاز وعي، وحدة معالجة كبيرة عظيمة. شو اسمها؟ اسمها الدماغ، اللي هي مسؤولة عن ايش؟ عن كل جسمك، مسؤولة عن كل جسمك وتنظر ماذا يفعل. يعني اذا انت جبت دبوس صغير وقمت بأخذ يدك في منطقة ما او قدمك في منطقة ما، مين اللي بيشعر بالألم؟ وفين بتصير ردة الفعل؟ مباشرة بتروح إشارة من الخلية اللي تضررت، من فين تروح الإشارة لفين؟ للدماغ. الدماغ يدرك هذا الأمر ويعطي أمر بإيش؟ بالتصرف. هلأ إعطاء الأمر ما بدي أفصله كثيرا، يعني لقدام شوي بفصله أكثر، ولكن يعني الدماغ شماله وحدة معالجة هي التي تدرك. فالجسد في إله دماغ. طيب لما نيجي للنفس، هل النفس لها وعي وعقل؟ نقول طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني في عندها ميزان، من هذا الميزان بتعرف الفجور وبتعرف التقوى، وهذا شو بنقول عنه؟ هذا عقل. فالإنسان كإنسان فيه له عقلين. شو فيه له عقلين؟ عقل الجسد وعقل إيش؟ عقل النفس. عقل الجسد وعقل النفس. هلأ نأتي لموضوع آخر، يعني تكلمنا عن العقل، بعدين بنجمل إن شاء الله الأمور بعضها مع بعض. الشعور بالألم، من الذي يشعر بالألم؟ يعني لما أنا أجي أقوم بوخزك بالدبوس، مين اللي شعر بالألم؟ أقول الشعور، يعني خلينا نقول، أغير الكلمة، بديش أقول شعور اللي إحنا متداول بناتنا، سأستخدم كلمة جاءت في القرآن الكريم، تذوق الألم. تذوق الألم، من الذي تذوق الألم؟ الجسد أم النفس؟ تذوق الألم، مين اللي تذوقها؟ الجسد ولا النفس؟ الجسد. طيب خلينا نجي نشوف ونعطي أمثلة وبعدين نشوف إذا كانت إجابتك صحيحة ولا لا. قلنا إنه الجسد، شوف في عنا الإنسان فيه له جسد ونفس، والنفس موجودة داخل الجسد وحدتين مع بعضهم. هلأ وإنت واعي صاحي، يعني الجسد مع النفس مع بعضهم، بتشعر بالألم بأخذة الدبوس. طيب لما نقول إنسان موجود في مستشفى مريض، وجبنا المخدر هذا اللي بحطوه التخدير وأعطيناه تخدير، شو سوينا فيه؟ نيمناه. بنعرف شرعا لما ينام الإنسان شو بصير فيه؟ بتنفك النفس عن الجسد. الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني النفس طلعت، الجسد شو ماله؟ على الطاولة. عايش ولا مش عايش الجسد؟ عايش، يعني بس شو ماله؟ نايم إجباريا، يعني أنا منيمه إجباريا. هل أجيب الدبوس وأوخذ هذا البني آدم؟ ليش أجيب دبوس؟ بدي أجيب سكينة مشرط. شو أسوي؟ أفتح بطنه من فوق لتحت، بقول أي، بقولش أي، معناه فين تذوق الألم؟ هل تذوق الألم؟ ما تذوق الألم، لأنه النفس شمالها طلعت. فمن الذي يتذوق الألم؟ النفس. أو دعنا نقول إن النفس هي التي تتذوق الألم اللي بيجي من الجسد. فالجسد يعطي إشارة للنفس إنه في إشي غلط، فهي التي تتذوق الألم. يعني مقصد آخر، إنسان قدامي، واقف قدامي، شو سويت؟ حملت هالخزران الخشبة، شو بديت؟ أخبط على الطاولة مش عليه. إذا كان هذا البني آدم جبان ونفسه ضعيفة
وانا بخبط على الطاوله شو بكون عماله بتألم او اقول شيء ثاني. بني ادم واقف قدام سيارته شاريها من الاجنس، انا ربطته ووقفته قدام السياره، شو جبت؟ جبت برغي وبديت اشحط سيارته قدام عينه، شو بصير فيه؟ بتألم ولا بتألمش؟ بتألم، مع انه انا مش ماسك جسده، شو عمالي بشحط بالسياره اللي هي بعيده عنه، ولكن شعر بايش؟ بالالم. مين اللي شعر بالالم، جسده ولا نفسه؟ النفس. فمعناه اللي نوصله انه الذي يتجرع الالم او يتذوقها هو النفس، يتذوقها هو النفس. وبالتالي النفس تعطي امر، النفس مالها تعطي امر للجسد انه افعل كذا او لا تفعل كذا. يعني على سبيل المثال، يعني اجت جنود الاحتلال قامت بالقاء قنبله، اثنين واقفين، واحد مباشره شو سوى؟ قال يا فكيك، عمل حاله وتم هارب. الثاني شو سوى؟ كمه في مكانه، بالعكس تقدم من هذه القنبله وحملها، وعود شو سوى؟ رماها عليهم. شو الفرق بين هذا وهذا؟ واحد نفسه ضعيفة والتاني مالها؟ نفسه قوية. فليس الجسد هو الذي يتجرأ أو يذوق الألم. من اللي بتجرأ أو يذوق الألم؟ النفس هي التي تتجرأ أو تذوق الألم. هلا نأتي عشان نفهم النفس البشرية أكثر، نعطي أمثلة. نسأل السؤال الثاني، الجوع لما أنت تجوع، لما يجوع الإنسان؟ ليش أنت بتجوع؟ شو السبب تبع الجوع؟ إنك أنت بحاجة إيش؟ بحاجة الطعام، إنك بحاجة الطعام. طيب فالجوع هي إشارة أنك بحاجة الطعام، ولكن لما أقول أنك بحاجة الطعام، أنا شو في عندي؟ في عندي جسد وشو في عندي؟ نفس. في عندي جسد وفي عندي نفس. فنسأل، من الذي يحتاج الطعام، الجسد أم النفس؟ النفس. النفس نقطة نورانية، الطعام للجسد. جسد الله يجزيك الخير. النفس نقطة نورانية لا تحتاج الطعام. يعني لو خليتها في ظهر أبوك، أو هي كانت موجودة في ظهر سيدنا آدم وانتقلت من جيل لجيل، لو وصلت لها عمرها ما تناولت الطعام. نقطة نورانية، نقطة نورانية لا تحتاج الطعام. مين اللي بيحتاج الطعام؟ جسد. جسدك حتى انه يقوم بعملياته شو بده؟ بده طعام. فمن الذي يحتاج الطعام؟ معناه الجوع حاجة لمين؟ حاجة للجسد. بس انت ليش بتجوع؟ قلنا انه مش الجسد هو اللي بيشعر. مين اللي بيشعر؟ النفس. طيب ليش النفس شعرت بالجوع؟ ليش النفس شعرت بالجوع؟ لانه الجسد احتاج الطعام، الجسد احتاج الطعام، فارسل نبضة الم، نبضة الم من منطقة المعدة لفين؟ للنفس. ارسل نبضة الم للنفس. فمين اللي خلق شعور الجوع ومين اللي ذاقه؟ اللي خلق شعور الجوع الجسد، اللي سواه هنا، اللي صنعه الجسد هو الذي صنع شعور الجوع، ومين اللي ذاقه؟ النفس. ليه؟ لأنه الجسد لوحده لا يستطيع أن يتصرف، الجسد لوحده لا يستطيع أن يتصرف. شو بحاجة؟ بحاجة أمر من مين؟ من النفس. يعني إذا احنا جينا للأولويات شو منلاقي؟ منلاقي قلنا أنه في وعي عقل للجسد، شو في عقل لمين؟ للنفس. إلا أنه عقل الجسد شو ماله؟ يأتي تحت إمرة عقل إيش؟ النفس. فمثلاً إحنا الآن موجودين فين؟ في رمضان. طيب الجسد إخواني في رمضان لما يحتاج الطعام بده أمر من مين؟ من النفس. هل تسمح النفس للجسد بتناول الطعام؟ ما بتسمح له، ما بتعطي الأمر، لأنه النفس بتقول له أنا في عندي فجور تقوى، ومن تقواي ومن خوفي من الله سبحانه وتعالى سأمنع إمدادك بإيش؟ بالطعام. فالأمر يأتي من النفس.
لذلك الجسد يقوم بإرسال نبضة، نبضة ألم نسميها نبضة ألم، لا النفس، حتى تقوم النفس بإعطاء أمل إيش للجسد إنه يتناول الطعام. فأنت لما تشعر بالجوع شو بتحمل حالك؟ بتحمل حالك على الثلاجة أو على المطعم أو على البيت، ويا مرة شو سوي لي؟ سوي لي أكل. فمين اللي أعطى الأمر هون؟ النفس. ومين اللي طلب الطعام؟ الجسد. اللي طلب الطعام مين؟ الجسم. فالمشاعر بنقول عنها المشاعر، المشاعر اللي أنت بتشعرها في ألم أو في حاجة تأتي من الجسد. وهذا الأمر إخواني يعني ينطبق على باقي الأمور، يعني العطش نفس الشيء، الجوع العطش نفس الشيء، حاجتك لا إنك تأتي زوجتك نفس الشيء، نفس الشيء. كل الأمور هاي تسميها مشاعر، نفس المعاملة، نفس المعاملة. يعني يرسل الجسد نبضة نسميها نبضة ألم لمين؟ لا النفس، حتى تقوم بهذا الأمر. هلا نيجي للجسد. الجسد الله سبحانه وتعالى خلق فيه وغرز فيه، خلق فيه وغرز فيه. شو يعني غرز فيه؟ شو معنات غرزة؟ يعني انت دخلتها وشبكتها اشي من الصعب جدا، من المستحيل انك انت تفكها عنه. غرز فيه شو بنسميها؟ غرائز. غرز فيه غرائز. فما هي الغرائز؟ الغرائز هي امور متصلة بالجسد، أمور متصلة بالجسد لا تنفك عنه. فنسأل ما هي غرائز الإنسان اللي موجودة فيه وما من المستحيل أنك تفكه عنها أو تفكها عنه؟ شو هي؟ في غريزتين. شو مسميهم؟ مسميهم البقاء. شو مسميهم؟ الاستمرار. هذول البقاء والاستمرار مغروزين فيك غرز مستحيل ينفكوا عنها. البقاء انك انت تتمك عايش خلاص، معناتها لو وضع فيك هاي الغريزه الربانيه انه جسدك شو بده؟ بده يستمر في الوجود، بده ايش؟ يستمر في الوجود، يستمر في الحياه، يتم عايش. ومش بس بده يتم عايش، بده يبحث عن طريقه انه هو شو يسوي؟ يستمر بعد الموت. شو يعني؟ يتكاثر. غريزه الاستمرار، البقاء والاستمرار، انه هو يتكاثر وينجب شخص يشبهه في صفاته الجسدية حتى يبقى بعد موته. هدول غريزتين عند البني آدم. غريزة البقاء، الجوع تندرج تحت إيش؟ غريزة البقاء. مظبوط ولا لا؟ لأنه إذا أنت ما تناولتش الطعام ما راح تقدر تبقى. الشراب نفس الإشي. طيب الشهوة للنساء تندرج تحت إيش؟ الاستمرار، مش البقاء، الاستمرار. يعني جزء آخر مغروز فيك إنك أنت تكون موجود فيه. هاي الغرائز بنسميها غرائز جسدية. لمين؟ للجسد. طيب النفس شو بدها تسوي؟ إما إنها تسمح أو تمنع إعطاء هاي الغرائز إنها تكون أو لا تكون. فمثلا على سبيل المثال من غرائز البقاء إنه أنت على سبيل المثال يكون في لك عمل أو تتحصل على المال. تحصلك على المال أو حب المال، حب المال هو جزء من إيش؟ من غريزة البقاء. حب المال جزء من غريزة البقاء. ليه؟ لأنه المال شو بيضمن لك؟ بيضمن لك إذا تشتري طعام، تشتري شراب، تشتري أمن حواليك، تحافظ على حياتك. فحب المال جزء من الغرائز اللي موجودة عند الإنسان اللي بتضمن له البقاء. هذا المال لما انت بدك تجيب مال، جسدك بتفرق عنده انه يكون حلال ولا حرام؟ ما بتفرق عنده. يعني على سبيل المثال لما نيجي للغابة نتطلع على الحيوانات اللي موجودة في الغابة، ما بتيجي لما تلاقي طعام تسأل والله هذا الطعام حلال ولا حرام؟ اذا لقى الطعام شو بتسوي؟ مباشرة تتناول هذا الطعام. ليه؟ لأنه في عندها غريزة، يعني غريزة البقاء والاستمرار اللي موجودة عندنا موجودة عند مين كمان؟ موجودة عند كل الدواب والحيوانات نفس الشيء. عشان هيك الجسد ما بتفرق عنده إذا كان تحقيق الغرائز بحلال أو حرام. لما نيجي للغابة ونشوف نتطلع على الدواب، هذا الدابة بدها تتكاثر، شو بتسوي؟
بتدور على افضل طريقه انه هي تتكاثر فيها، ما بتفرق عندها والله انها هذا الاشي يجوز او لا يجوز، فيش عندها هاي القوانين. اما احنا عندنا شو في انك بدك تقول احنا بننظمها، بنقول نكاح، شو بنقول؟ زنا، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. عندنا قواعد، هاي القواعد من فين بتيجي؟ من النفس. هاي القواعد تيجي من النفس. عشان هيك الصراع دائما اللي موجود، الصراع الموجود داخل الانسان من فين بيجي؟ تيجي من المشاعر الموجودة في جسده، واللي أصلها البقاء والاستمرار، ويقابلها إيش؟ النفس، إنه هي ما بتقبلها بتكون حرام أو بترفضها إنها تكون حرام، ما بتقبلها لأنها تكون إيش؟ حلال. هذا بصير التصادم اللي موجود بين هدول الشغلتين. فبدك تقيس باقي الشغلات كلها على نفس الشيء، إنه هاي علاقة تفاعلية ما بين الجسد وما بين النفس. الجسد بده يتحصل على حاجاتهم للبقاء والاستمرار، النفس بدها تنظم له إياها بحسب القواعد والقوانين اللي بنسميها الشريعة اللي أنت ماشي عليها، بين حلال وبين حرام، واللي علمنا إياه سبحانه وتعالى بكلمتين، بين فجور وبين إيش؟ تقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. هذه هي يعني الخلاصة اللي موجودة. طبعا إخواني يعني علم النفس، علم النفس كله اللي بدرس علم نفس كله قائم على إيش؟ على هذا المبدأ. يعني كل الشغلات التانية اللي تعلموها شو بتيجي؟ تيجي من هون. يعني ليش الواحد بيكذب؟ ليش الواحد بتصرف كذا؟ فبترجع كلها برجعها لفين؟ للأصل اللي احنا تكلمنا عليه، عشان يفهم الإنسان كيف عماله بفعل وكيف عماله بتصرف، من فين أجا فعله، من فين أجا تصرفه، فعليه تبنى باقي الأمور. طيب في سؤال آخر في هذا الباب؟ ما تنساش إنه المسجد، يعني لما سمعش السؤال بسأل ليش المسجد الأقصى سواء على جدرانه أو على محرابه أو على سجاده أو في زخرفته بشكل عام توجد رموز للشيطان، توجد رموز للشيطان. يعني هذا السؤال. يعني حتى إخواني البعض، يعني البعض راح ويعني خبرني البعض إنه هدول شايفهم هدول هذا وهاي ووضعهم بهذا الشكل كأنهم إيش؟ كأنهم وضعينهم كقرني شر شيطان. يعني هم بيحاولوا قدر الإمكان إنه شو يسووا؟ يسووا رموز. أول شيء قبل ما نتكلم على الرموز الشيطانية، شو منقول إحنا المسلمين؟ أنا كمسلم لا تضرني الرموز الشيطانية. ليش؟ لأني بتبع قال الله وقال الرسول، ولا أتبع أهواء الشيطان ولا فكر الشيطان ولا الطريقة اللي فكر فيها الشيطان. فإن قام الشيطان بزرع رموز موجودة من تعب ومن كتر العبادة، الله يجزي الخير، الله شو بدنا نسوي، الحمد لله. نقول إن زرع الشيطان هاي الرموز لا تضرني، هذه أول نقطة. النقطة الثانية نذكر أن المسجد الأقصى كان بيد الصليبيين فترة زمنية طويلة، وإنه تم تغيير كثير من المعالم. يعني فوق قبة الصخرة كان في صليب كبير محطوط، وهذا الصليب لما أجى صلاح الدين نزله وكسره وقام بهم، يعني فصله إلى مجموعة من الأجزاء، وهناك أجزاء منه تستخدم كدرجات موجودة، يعني اللي بوصل باب الحديد، المصطبة المقابلة لباب الحديد فيه درجة، هاي درجة جزء من الصليب اللي كان موجود زمن أو وقت الصليبيين. والصليبيين قاموا بوضع كثير من الأشكال، يعني في هاي الرسمات اللي موجودة هون كان في صلبان، هذا الرموز الذهبية كان في صلبان فيها، وقاموا بتكسيرها. يعني كثير من الرموز كانت موجودة وقاموا بتكسيرها. هناك رموز للشخص لما ينظر إليها للوهلة الأولانية شو فكرها زخرفة، ولكن هي على الحقيقة شو بتكون؟ رموز أصلا يعني وضعها الشيطان في فترة من الفترات. فمثلا إخواني يعني في الأمس سألني رجل كبير السن
وعدة مرات، وحاول انه يسأل الشيخ عمر الكسواني عن النجمة السداسية اللي موجودة في المنبر، وفي منها كثير من يعني اللي بتابع مثلا تحت كلمة الله عز وجل. هون تحت كلمة الله إذا بتطلع شو في عندك، في عندك دائرة وشو في داخلها النجمة السداسية اللي موجودة، هي موجودة وداخلها في كمان نجم، واللي ببحث في المحراب في كثير يعني تحت فين الهواية موجودة، في كمان نجمة سداسية موجودة شايفينها، موجود مليان يعني، وعلى الباب بدين الأبواب في نجم سداسية وهكذا، وهذه كلها من الرموز اللي يستخدمها الشيطان. فالجواب اللي بيجي من الناس المسؤولين عن الأوقاف إنه هاي يعني حتى لو كانت موجودة عندنا فهي أيضا من الزخرفة الإسلامية، هذا الجواب اللي بيجي، ولكن هي على الحقيقة بزرعها مين؟ بزرعها الشيطان. يعني أذكر في بضعة نقاط السجاد اللي كان موجود للي كان يجي للمسجد الأقصى الختيارية من زمان، كان السجاد لونه أخضر، واللون الأخضر يعني لون محبوب عند المسلمين، ليه؟ لأنه يشير إلى خضرة الجنة، وكانوا دائما يبعدوا عن اللون الأحمر، ليه؟ لأنه يشير إلى حمرة إيش؟ النار. فكانوا يحبذوا باستخدام اللون الأخضر داخل المساجد، حتى أنه في ناس بتأخذ عمائم إيش؟ خضراء، بتلبس عمامة خضراء، ما بتلبس عمامة حمراء وهكذا. فتم استبدال اللون الأخضر بإيش؟ باللون الأحمر قليلا قليلا، حتى أنه إخواني يعني إذا تطلعوا على الشبابيك حوالينا بتلاقوها باللون الأخضر، والأبواب شو بتلاقوها؟ باللون الأخضر. في فترة من الفترات حاولوا إعادة دهن الأبواب باللون الأحمر مش باللون الأخضر، وبدأوا بدهن الباب السابع الموجود عندنا في سبعة أروقة، الرواق السابع أو خلينا نقول الأول من جهة الشرق، الأول من جهة الشرق بدأوا فعلا بدهنوا بإيش؟ باللون الأحمر، ولكن بعض الناس وقفوا وأبدوا ملاحظتهم لا الأوقاف إنه هذا مما لا يجوز ولا يحبذ، فعادوا بإعادة دهن لإيش؟ باللون الأخضر. هذا السجاد إخواني طبعا اللي دخلته الأردن، فعملية تصميمه مين اللي قام ومين اللي أشرف عليها؟ أشرف عليها الأردن. وأذكرك إخواني يعني أذكركم أنه معظم سجادنا يعني أي واحد حامل سجادة يفتحها للسجادة ويحاول أنه يركز داخل هاي السجادة إلا ما يلاقي رمز من رموز الشيطان، وبالأخص قرني الشيطان، يعني بيحاول يحط لك زي مئذنة شو بحط قدامها في رأسها قرني الشيطان، كأنه هذا إيش؟ الهلال. فعليا الهلال بيجي يعني مش إلى الأعلى ولكن بيجي باتجاه معين، خلينا نقول لو في ميلان بتم فيه إنه مش 100% لفين؟ للأعلى. إلا إنه في السجاد أو في كثير من المحاريب يتم وضع خلينا نقول الهلال بشكل يتوافق مع إيش؟ مع قرني الشيطان. وهذا الحكي إخواني مش بس عندنا إحنا في الأقصى، يعني اللي بروح للحرم للكعبة أيضا سيجد مثل هذه الرموز. فانظروا هناك برج كبير في الحرم قريب من الكعبة اسمه برج السيعة، ستجدوا أن برج السيعة شو فيه؟ كمان أيضا فيه له قرني، قرني شيطان نفس الشيء اللي موجوده. فالدس في التصاميم موجود على قدم وساق، وهذا مرجعه لنقطتين. النقطة الأولانية أول إشي إما تفريط من الناس اللي قاموا بإعداد التصاميم، أعطوها لجهات غربية وقبلوها من غير ما يدققوا فيها، أو إنه جهل، جهل إنه ما بيعرفوش إنه هاي الرموز أصلاً شيطانية، بيعرفوش إنه هاي الرموز شيطانية. الإخواني أي واحد يعني معه دولار، أنا يمكن معاي دولار والله أعلم، يعني إذا أنت بتفتح الدولار هذا الدولار ستجد فيه رموز شيطانية، وهي الرموز موجودة، موجودة يعني في هناك خمسة أحرف موجودة في الرسمة اللي موجودة فيه، إذا أنت بتجمعها بتسوي لك كلمة ماسون، ماسون يعني هي بترجع للماسونية اللي هم يعني أكثر ناس يقوموا بعبادة الشيطان. والهرم اللي موجود
يعني اذا انت بتوصل على الحروف اللي موجوده حوالين الدائره وداخل الدائره بعضها ببعض شو بتسوي لك؟ بترجعك للنجمه السداسيه اللي احنا تكلمنا عنها موجوده عنها. وهناك طلعوا اخواني، يعني انا ساقلب الصوره، يعني في عندنا دائره، في عندنا دائره في الدولار، دائره وشو في حواليها؟ قرني الشيطان، دائره وقرني الشيطان. اذا انت بتدقق في هاي الصوره وبعدين بتنظر للسجاده اللي موجود عندنا في الاقصى، شو راح تلاقي؟ راح تلاقي الدائره شو في تحتها؟ تماما قرني الشيطان، الدائره تحتها قرني الشيطان. فنفس الرمز اللي موجود على الدولار فين موجود؟ موجود في السجاد عندنا في الاقصى. مش بس هاي الرموز، يعني في رموز كثيره، يعني اذا احنا بدنا نتابع رسمه الشيطان كلها رموز شيطانيه. يعني من خلينا نقول من القاعده فين موجوده؟ فين خلينا نقول القاعده؟ شايفين هاي القاعده تحت، تحت العمود هذا الموجود المرسوم بالضبط، هاي القاعده بالضبط اللي انت بتطلع عليها. في ست مثلثات، عدهم بتلاقيهم ست مثلثات، 1 2 3 4 5 بالضبط، هذول ست مثلثات. هذول الست مثلثات عندهم عند الماسون، هم كل مثلثين، المثلث الاولاني صاعد للسماء والمثلث الثاني هابط للارض، هم رمز لحرب الارض للسماء وحرب السماء لايش؟ للارض. فبيعتبروا العلاقه مع الله شو هي؟ حرب. والله سبحانه وتعالى احنا نؤمن بالقضاء والقدر، يعني اذا الله سبحانه وتعالى اماتني ابن وخسرني تجاره او صار معي شيء، شو بقول؟ بقول انا لله وانا اليه راجعون، واحتسب امري على الله. الكافر اذا اصيب بامر شو بقول؟ بقول حاربني الله في رزقي، حاربني الله في ابني، حاربني الله في تجارتي، وعلي ان ارد الحرب على مين؟ على الله. عشان هيك من البدايه شو في عندهم؟ في عندهم المثلثين الهابط والصاعد. هلا بدمجوهم مع بعضيهم هذول المثلثين، شو بصير في عندنا؟ النجمه السداسيه. هدول كل ثلاث نجم سداسيه، لما تحط ثلاث نجم سداسيه عندهم شو بيسووا لك؟ كل نجمه سداسيه لما انت توصلهم، اذا بتعد الرؤوس بتلاقي في ست مثلثات داخل النجمه السداسيه. فبصير في عندك كانك لما توضع الثلاث نجم بصير عندك ثلاث ارقام، 666. عندهم 666 بسموهم رقم الوحش، او هم بسموه لوسيفير بهذا الاسم، او بسموه احيانا الشيطان، احيانا حسب المجموعه او الجماعه التي نتكلم عنها. احنا بنسميه ايش؟ الشيطان او ابليس. فثلاث ستات عندهم رقم ابليس او الشيطان. وهذا الحكي اخواني لكبار السن بيعرفوه، للي كانوا في بدايه 67 موجودين في القدس لما احتلت بني اسرائيل الشق الشرقي. او يعني سيارات اجره موجوده العرب، فاي اجنبي بيجي بتطلع انه هاي سياره بتبدا بثلاث ستات، شو بقول؟ هذه الشيء سياره تابعه للشيطان، ما بدي اركب معها. شو بيركب؟ بسياره اخرى تابعه لليهود. فهذه من الارقام اللي هم بيستخدموها. احنا بتذكروا اخواني هاي لا تضرنا، ولكن احنا نتكلم في ايش؟ باعتقاداته. فعنده في الاعتقاد تبعهم انه ثلاث ستات هي رقم الشيطان. عشان هيك يعني السجاد تبعنا العمود تبعه بيبدا بست مثلثات اللي هم ثلاث ستات اللي هم رقم الشيطان. بعدين اذا انت تاخذ العمود نفسه، العمود نفسه هذا الموجود، بتعد في عندك سبع وحدات موجوده، 1 2 3 4 5 6 7 مظبوط، سبعه. خذ اول وحده، هي عباره عن بتله موجوده، هاي البتلة عندهم رمز لعين الشيطان أو عين الأعور الدجال، بسموها العين التي ترى كل شيء، العين التي ترى كل شيء، أو هي رمز لإبليس. هلا إبليس إخواني كما نعلم أنه لما هبط لله عز وجل حاول أنه هو يجعل نفسه إله طاغوت في الدنيا. عشان هيك هو كل يوم مثلا
يبسط عرشه على الماء. ليش يبسط عرشه على الماء؟ ليش مش على الجبال؟ ليش مش على الهضاب؟ ليش مش في السهول؟ لأنه عرش الله سبحانه وتعالى في السماء على إيش؟ على الماء، وكان عرشه على الماء. الله سبحانه وتعالى له عرش، وللعرش إيش؟ حملة عرش. هلأ في الدنيا، هلأ في هذا الوقت أربعة بيحملوا عرش الرحمن، في الآخرة يعني يوم القيامة ديش بيصيروا؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، يوم القيامة بيكونوا ثمانية، ثمانية حملة العرش. إبليس بنصب عرشه على الماء كل يوم، وشو فيه له؟ فيه له حملة عرش، يعني بيحاول إنه هو يجعل نفسه إله كما الله سبحانه وتعالى. أكم من شيطان عنده لحملة العرش؟ عنده 28 شيطان بيحملوا له عرشه، إبليس بيحملوا له إياه. هذول ال 28 بنسميهم كبار الشياطين، كبار الشياطين، يعني طوالي مباشرة تحت رتبة إبليس، يعني إبليس وفين في عندك تحتيها في الهرم بعدين شو بيجي؟ ال 28 شيطان. هذول ال 28 شيطان شو بيسويهم إبليس؟ بقسمهم لإيش؟ لأربع مجموعات. ليش أربع مجموعات؟ لأنه عرش الله سبحانه وتعالى شو بيحمله؟ أربع ملائكة، فهو قسمهم سبعة في كل جهة، سبعة في كل جهة. عندك 28 شيطان، سبعة في كل جهة. هذول السبعة شو يعطيهم؟ معطيهم كل واحد أسم من أيام الأسبوع الأربعة، السبعة أسم من أيام الأسبوع السبعة، السبت الأحد الاثنين، يعني كل واحد فيهم مسؤول عن إيش؟ عن يوم من أيام الأسبوع. وكل جهة، كل ركن من الأركان الأربعة معطيها إنها تكون مسؤولة عن طبع من أطباع الإنسان الأربعة، واحد مائي، واحد ترابي، واحد هوائي، وواحد ناري. يعني الشياطين ال 48 ال 28 اللي نتكلم عنهم شو مالهم؟ كل واحد مسؤول عن طبع من أطباع الإنسان في يوم من أيام الأسبوع. عشان هيك السحرة أول ما بدها تتعامل مع إنسان شو بتقول لك؟ جيب لي اسمه واسم إيش؟ اسم أمه، اسمه واسم أمه. هذا أول إشي بطلب الساحر. فأي واحد بقول لك اسمك ولا اسم أمك، مباشرة شو بدك تقول؟ هذا يتعامل مع هذول الشياطين ال 28 اللي هم حملة عرش إبليس بطريقة ما أو بأخرى. ليه؟ لأنه عن طريق الاسم واسم الأم شو بيعرفوا؟ بيعرفوا الطبع، يعني أي ركن من الأركان الأربعة بده يتوجه. بعد هيك شو بسألك السؤال الثاني؟ تاريخ ميلادك. ليه؟ لأنه من تاريخ ميلادك شو بده يوصل؟ ليوم مولدك، عشان يعرف أي واحد من الشياطين السبعة اللي موجودين في هذا الركن هو المسؤول عنه. عشان هيك إذا تطلع لي في حوالين هاي، قلنا السبع بتلات، أكم من رسمة في حوالين كل واحدة؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. أربعة اللي هم الأربع أركان عندهم مع إيش؟ مع الأطباع وأيام المولد اللي موجودة عندهم. فهاي النقطة الثانية، دائما نتذكر يا إخواني، واحد بسألك عن اسمك، اسم أمك، تاريخ ميلادك، هذا شماله ساحر يتعامل بالسحر. فهاي هلأ السبعة أيام اللي حطيناها في العمود هذا، حاطين حوالين كل واحد أربع شياطين من الشياطين الأربع. هلأ كل شيطان من الشياطين ال 28 اللي موجودين هون شو معطيه إبليس؟ معطيه أسم. هذا الأسم اللي معطيه باللغة السريانية، مش باللغة العربية، بأي لغة؟ باللغة السريانية. وهذا الأسم شو هو؟ أحد أسماء الله الحسنى. يعني كيف لما نقول الجبار، كيف لما نقول العزيز، كيف لما نقول الغفار، معطي الشياطين أسم من هذه الأسماء ال 28 بأي لغة؟ باللغة السريانية. فعسل على سبيل المثال إخواني، أنا لا أريد أن أخوض في الموضوع كثيرا لأنه في ناس بتنفتن في هذا الموضوع، ولكن أحد الأسماء الموجودة لهذه الشياطين ال 28 مثلا برهتي، والعامة بتقول عنه برهوت. برهوت أو البرهتي هو أحد الشياطين ال 28. يعني لما يجي الساحر، من هو الساحر اللي بنادي على هذا الشيطان من الشياطين ال 28؟ بيستدعيه عشان يطلب منه انه يضر بانسان معين. شو لازم يسويه؟ لازم يناديه بايش؟
باسمه اللي هو ايش؟ قلنا عنه ايش؟ احد اسماء الله. فكأنه يناديه باحد اسماء الله فيعظم التعظيم العظيم. لمين بعظم؟ بعظم الشيطان، بعظم هذا الشيطان. هلا القسم عشان يناديه طويل، انا لن اتكلم بقسم كامل، ولكن ساضع بداية القسم، سأتكلم ببداية القسم اللي بيستخدمه الساحر. فمثلا شو بقولوا؟ بقولوا أقسمت عليكم أيتها الملائكة الطيبة المباركة، ومن كان منكم يطير في السماء، ومن كان منكم يمشي على الأرض، ومن كان منكم يسبح في الماء. هذه أخواني إحنا بنعرفها إيش؟ الشياطين. يعني من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هاي صفات الشياطين، صفات الشياطين. ولكن هو ينادي الشيطان بصفة إيش؟ أول إشي واسم من أسماء الله، وبصفة الملائكة يناديها بصفة الملائكة. القسم طويل إخواني، وكل شيطان من شياطين الثمانية وعشرين شو فيه له؟ فيه له قسم مخصوص يسميه العزيمة اللي بيستخدمها الساحر حتى يستدعي هذا الشيطان. وفي نهاية القسم وبعد أن ينادي الشيطان باسم الله وأن يعظمه ويضعه مكان الملائكة، يجعل إبليس على رأس الهرم وكأنه يقبل عبادته، يقبل عبادته. كان هيك ده الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من السحرة، لأنه الساحر لا يكون ساحر إلا يستخدم هذا القسم. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بسيف، حد الساحر ضربة في سيف. الأصل نحن لما نكتشف ساحر شو نسوي؟ نتخلص منه، لأنه هو يعبد غير الله ويضر الناس بهذه العبادة. فهي الرموز اللي موجودة إنما هي رموز، نفس الرموز اللي يستخدمها السحرة لاستدعاء الشياطين وكبار الشياطين الموجودين. بعد السبع بعد السبع أيام اللي موجودة عندهم، ستجد هناك بتلة ثلاثية، ثلاث بتلات فوق بعضيهم، وآخر واحدة في بداخلها يعني إيش صغير إحنا مش مبينين له، ولكن بنعرف إنه هاي العين التي ترى كل شيء. يعني كأنهم شو يقولوا؟ إحنا بدنا نوصل، أو هدول كلهم تحت إيش؟ تحت إمرة هذه العين، والعين التي ترى كل شيء بالنسبة لهم هي عين إبليس. هم بيعتبروا إنه إبليس يرى كل شيء، ولكن على الحقيقة من الذي يرى كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى. كما قلنا إبليس يحاول أن يتمثل أنه إله من دون الله، يعني كون الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، فإبليس بيقول لك أنا العين اللي بتشوف كل شيء. بعد العين إذا بتطلع شوي صغيرة راح تلاحظ إنه في زي سبلة هيك رايحة وجاي. على الحقيقة إذا أنت بتدقق فيها في عينتين، في عينتين حط يدك عليها أقول لك مزبوط، لا فوق فوق كمان 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 كمان، لا كمان هاي هاي هاي، لا فوق هاي 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 هاي، لا مش هاي هاي أيوة بالضبط هاي، خد فوق فوق وتحت هاي ها امشي لفوق بالضبط عشاء التاني هاي مش هذا قارن الشفعي. كده كده ايه؟ لا بس انا دارس رموزهم، دارس رموزهم. ايه؟ ما بضركش، بس احنا بنتكلم عن ايش؟ عن رموز. خلينا نكمل ان شاء الله. ان شاء الله عشان خلينا نكمل بس نشرح باقي الرموز الموجودة عنده. ففي عندك رأس الشيطان أو رمز الشيطان، وفوقه في طابة مدورة، شايف هاي الطابة المدورة الكبيرة؟ وفي وسطها إيش؟ صليب، شايف الصليب اللي بوسط الدائرة؟ الصليب، هاي الدائرة اللي بوسطها سليق صليب، شو بسموها؟ بسموها الكرة البيضاء، هيك بسموها الكرة البيضاء. ليش الكرة البيضاء؟ لأنه باعتبارهم كيف إحنا في عنا حجر أسود، هم شو في عندهم؟ لا هم أحسن منا، شو في عندهم؟ كرة بيضاء. فهم عندهم انه الحجر الاسود بمص الطاقة السلبية وشرور الناس واخطائهم، يمص الحجر الاسود كل هاي الامور. هم بيقول لك لا هذا حجر اسود، هذا على الحقيقة بنشر طاقة سلبية
واحنا شو بنسوي في عنا كرة بيضاء، ولكن هي الحقيقة بالعكس تماما. الكرة البيضاء اخواني هي كرة يقوم برسمها السحرة، لما يروح واحد الساحر عشان يسوي عمل، هم بسموه عمل تخفيفا، ولكن هو على الحقيقة سحر. يعني في عنا شيء اسمه عقد السحر. عقد السحر انما تعقد داخل كرات، هاي الكرات هي نفس الكرة اللي موجودة هون، في داخلها صليب، يعني تعقد العقد داخلها ثم تعقد، وبحسب طبع هذا الانسان اما تدفن في تراب او تعلق في هواء او تغطس في ماء او تحرق وتنثر في السماء بحسب طبعه. فهذه اسمها الكرة البيضاء التي يستخدمها السحرة للسحر، وهم يعتقدوا انه هي تقوم بامتصاص الطاقة من الانسان حتى انه هو يصبح ضعيف ويحزو، يعني يضعف قليلا قليلا استجابة للسحر الموجود. فالسجاد اللي موجود اخواني هون هذا هدية، احنا ما قدرنا نرفضها، من الاردن. الله يبارك فيهم ويجزيهم كل خير عنا وعن كل واحد صلى على هاي السجادة الى يوم الدين. يعني ميزان الحسنات وميزان السيئات يتجمع لمين؟ ويعود لمن شارك في هذا العمل. فنقول ما بضرك، احنا من البداية قبل ما نتكلم شو قلنا، ان اعتقادات الشيطان تضرنا لا تضرنا، ان شاء الله لا تضرنا. اذا انت حابب تحط سجادة حط سجادة اذا بساعدك، ولكن لا يجوز للانسان انه هو يقول انه الشيطان اقوى مني. انت بايمانك اقوى من 70 شيطان، يعني اضعف مسلم، اضعف مسلم على الاطلاق. بايمانه الضعيف اقوى من اقوى 70 شيطان. عشان هيك مجرد ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بحق وتبدا صلاتك، لا في للشيطان قدرة عليه. ضعيف كلام سجاد. انا بدي اشوف واحد بيقرا هم حطهم عشان اعتقادهم، هم اعتقادهم، بس هذا الاعتقاد احنا ان شاء الله انه ما يضر. عشان هيك السؤال، يعني سؤال الاخ اللي سال عن الرموز اللي موجوده، يعني لاحظوا هاي وجه الشيطان والكره، يعني اللي بتطلع شايفين هاي الموجوده هون عندي، في عندي الكره معكوسه، الكره تحت، وشو في فوقها، في عندي قرني الشيطان موجوده، نفس الشيء نفس الرمز. يعني فين ما روحت، يعني السجادة، حتى في عندي سجادة في الشنطة. يعني إذا إحنا أخذنا أي سجادة إخوانا، بدك تقول أنت بدك تحط سجادة، أخذنا أي سجادة، هي بدي أخذ أي سجادة، بدي أخذ أي سجادة، هاي سجادة إخواني بدي أفتحها، بدي أخذ أي سجادة وبدي أفتحها. طلع شايفين هاي المئذنة اللي موجودة هون، شو في عندي؟ هلال. هذا مش هلال، هذا قرن الشيطان. هذا قرن الشيطان. الهلال شو بكون؟ هلال. هلال هذا ايش؟ قرن الشيطان. هم بدسوا بكل شيء، يعني حتى اخواني في ملابسنا، ملابسنا اللي احنا بنلبسها، يعني دائما اتحروا وحاولوا انه ملابسك شو تكون؟ تكون ساده، ما يكون عليها ايش؟ شعارات، لانه معظم الشعارات اللي موجوده على الملابس شو هي؟ تعود اصلا من لافكار الشيطان ولطريقه تفكير الشيطان، انه بيحاول انه يدس افكاره في الملابس اللي احنا بنلبسها. يعني قبل كم من يوم اذكر وانا اصلي التراويح، كان في شاب صغير يمكن 17 18 سنه لابس بلوزه شو في عليها متلت بشكل، اذا بتتذكروا الشعار او بتعرفوا الشعار اللي موجود على صدر سوبرمان او الرجل الخارق، شو في عنده مثلث. هذا المثلث كما تكلمنا في بداية الدرس شو هو؟ هو حرب السماء للأرض، يعني إشارة إنه الله سبحانه وتعالى يحاربنا، يعني في حرب من الله على مين؟ على الناس، في أرزاقهم وفي حياتهم وفي أقواتهم وفي أفعالهم وفي أبنائهم وفي غيرهم من الأمور. ويأتي بالمقابل، يعني على سبيل المثال إذا أنتم بتطلعوا في مصر وفي غيرها من عواصم ودول العالم، في شيء اسمه المسلة، تعرفوا المسلة؟
هي الموجودة هي يعني تمثل العكس لحرب الله. شو بقول له؟ هم بيحاولوا انهم يوجهوا حربهم لفين؟ لا اسماء. والمسلة الطويلة هي وللأسف في اعتقادهم رمز لقضيب بشري كبير موجه لفين؟ باتجاه السماء. هيك هم اعتقادهم. ما بنحكي عن تفسيرنا، بنحكي عن هم شرحهم للأمور، كيف هم بيشرحوا الأمور عن هذه الرموز اللي موجودة. عشان هيك هذه رموز، هاي الرموز الأصل إذا كان في عنا القدرة من الابتداء. يعني واحد كمان كمان شخص سألني عن الرموز اللي موجودة على المنبر، وقلنا إنه النجمة السداسية موجودة على المنبر. إخواني اللي أنا بعرف واللي وصلني من جهات وأحسبها أنا صادقة، إنه كان في شرط، كان في شرط على الأوقاف حتى إنهم يقوموا بإدخال المنبر إنه هاي الرموز تكون موجودة فيه، وإلا لن يسمح بإدخال المنبر. بنعرف إخواني اللي كان موجود عندنا قبل فترة قبل ما يدخل هذا المنبر، كان المنبر حديدي لونه أخضر، اللي موجود لونه أخضر موجود، وبعدين سمحوا لهم بعد فترة طويلة إنهم يدخلوا هذا المنبر. ولكن هذا المنبر يعني كان يشترط من البداية إنه هو يكون فيه إيش؟ هاي الرموز اللي موجودة للماسون أو الشيطان في هذا المنبر حتى يسمح بيدخل. فنقول إنه هي لا تضرنا، ولكن هي شو بتمثل؟ بتمثل اعتقادات وتفكير الشيطان. والأصل نحن شو نسوي؟ نحن ننتبه لهذه الأمور. في سؤال آخر ولا نختم؟ ما حطنا ولا ليش؟ من هون هذا من زمن شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا. الحروب الصليبية، لما الصليبيين احتلوا المكان قاموا بتغيير كثير من رموزه. يعني إذا أنت بتخرج بتطلع في كثير من القبب، كثير من القبب على رأسها شو بتلاقي؟ رمز الشيطان. في أمور غيروها وصارت على شكل هلال أو دائرة، دائرة. فمثلاً مثلاً لا، بإمكان دائرة الأوقاف أنا شو تسوي؟ إنه هي ترمم وتضبط هاي الأمور بإمكانها. ولكن يعني دائرة الأوقاف تأخذ أوامرها من فين؟ من الأردن، والأردن تأخذ أوامرها من جهات أخرى. عشان هيك يعني اذا انت غطيتها تغطيها اليوم، شو تيجي بكره؟ تيجي بكره بتلاقيها مكشفه. يعني انا اذكر هناك منبر خشبي اخضر اللي كان يوضع في وسط المسجد، كان المحراب تبعه قرن شيطان، وانا تكلمت مع الشيخ عمر عده مرات وضغطت عليه كثير حتى انه يسمح لي اني افكه واخذه على المنطقه الصناعيه واقوم به إدارته حتى أنه يصبح على شكل هلال وأضعه حتى أنه تكون صلاتنا يعني شوي أقرب للصواب. وسمح لي الله يجزيه الخير أني أنا أخده بس بعد ضغط إيش شديد عليه. شياطين لما هبط طبعا كان طبعا يعني هبوط سيدنا آدم إلى الأرض كان تقريبا قبل لربما 25,000 سنة. هلأ حياة الأرض بدأت قبل قديش؟ 2500 مليون سنة. ومع خلق الأرض شو خلقت؟ خلقت الكائنات كلها، كل الكائنات. وآدم آخر من هبط إلى الأرض. هلأ في مخلوق يشبه الإنسان، في مخلوق يشبه الإنسان، شو نسميه؟ نسميه إنسان الغاب. هذا ليس إنسان، ولكن كيف لما تطلع على القرد وغيره يشبه الإنسان، ولكنه دابة مش إنسان. يعني ما في عنده نفس واعية اللي بتفهم الحلال والحرام. فهي المخلوقات كانت موجودة. عشان هيك عند العلماء يعني في عندهم إشكال متى كان
الإنسان على وجه الأرض. فمن ناحية مدنية يعني في علم المدنيات بتجي على علم المدنيات بيقولوا إنه الإنسان عمره على وجه الأرض يمتد إلى تقريبا 165 ألف سنة. في هاي الفترة وجدوا عظام هم بيقولوا بشرية ولكن هي ليست بشرية غالب إنها لإنسان غاب موجودة في منطقة إثيوبيا مدفونة لعائلة من أب وأم وأطفال مدفونين. ولما قاموا بقياس عمر هذه العظام قديش وصلت ل 165 ألف عام. ففي عندهم إشكال بين حياة الإنسان كإنسان ما بين حياة المخلوقات اللي كانت عايشة في الدنيا ومنها مخلوق يشبه الإنسان ولكنه ليس إنسان هو من الدواب يعني يصنف ضمن الدواب اللي هو إنسان الغاب. إنسان الغاب قديم جدا. كان في جن على الأرض لما غاب إبليس كان في جن موجود؟ لا إيش لا جن مخلوق قبل الإنسان قبل آدم بألفي عام. فين كان ساكن؟ كان ساكن الأرض قبل الإنسان بألفي عام عاش فيها ولكنه بعد ما عاش وتبربش بدأ يبطر النعمة سفك فيها الدماء وقتل وأفسد. فالله سبحانه وتعالى لما شاف أنه كل صنف الجان مفسد خلينا نقول كل بمعنى الأغلبية العظمى أرسل مجموعة من الملائكة قاتل في قصص الأنبياء على المثال إذا تفتح كتاب ابن كثير ستجد في قصص الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أرسل أربع فرق من الملائكة قاتلت الجان اللي موجودة على الأرض. هلا شو بقول؟ فقتلت من قتلت يعني في صنف شو قالوا قتل فأصرت الباقي إما في المقابر أو النزل أو في الجزر البعيدة أو في قيعان البحر. هاي الكلمات اللي بيستخدمها. ف يعني كان موجود الجان على وجه الأرض ولكنه شو كان؟ معصور. هلا لم يتبقى من الجان إلا جني واحد وجدته الملائكة شمال وجدته عابد صالح له مين؟ إبليس. ما كان اسمه إبليس هلا منرجع ما كان لسه إيش اسمه إبليس. شو كان اسمه؟ كان اسمه أبو كردوس أو أبو مرة يعني مختلفين هو أبو كردوس أو أبو مرة. الملائكة يعني ما عرفت شو بدها تسوي فيه لأنه لا يجوز لها أنها تقتل إيش صالح لقاته بتصلي. يعني بقى اليوم قبل ما أنا أجي للفجر شفت مقطع من الفيديو الشباب بدها تهجم على واحد يهودي. شو بدأ؟ بدأ يصلي. سوت الشباب وقفت ما عرفت شو بدها تسوي فيه بيصلي. هذول الملائكة لقوا هذا الجن شماله عابد طب شو بيسوي فيه ما بيعرفوا حملوه وطلعوا فيه لفين؟ للسماوات. لما طلعوا فيه للسماوات الله سبحانه وتعالى يعني ارتبوا مرتبة عظيمة. شو يعني كافئوا؟ انه هو كان عابد واخر العابدين على وجه الارض وجعلوا طاووس الملائكة يعني اعطاه صفة طاووس الملائكة يعني المشرف عليهم صار هو اعلى من الملائكة جميعا مرتبته اعلى من كل الملائكة وبقي مع الملائكة لحد ما الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم. يعني لما قال اني جاعل في الارض خليفة خطاب لمين؟ لا الملائكة ومعها مين؟ إبليس. لأنه بعديها شو بقول؟ إلا إبليس يعني إبليس جزء من مين؟ من الملائكة كان. هلأ لما إبليس رفض يسجد تحول من طاووس الملائكة لفين؟ لإبليس. لما إبليس بدأ يوسوس لآدم في الجنة تحول من إبليس لإيش؟ للشيطان. لما تحول من لشيطان ولما نجح أنه هو يغوي آدم شو قال سبحانه وتعالى؟ اهبطوا منها جميعا. يعني آدم وحواء وإبليس الشيطان والذرية اللي محمولة فين؟ في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. اهبطوا منها جميعا. مجرد أن هبط إبليس للأرض حررت له كل الجان الشياطين اللي مقصورة في الدنيا. فشو صارت؟ انفك أسرها. وشو صارت تابعة لمين؟ تابعة إله الله سبحانه وتعالى أعطى إياها حتى إنه ينفذ مخططه. إذا أنت بدك تغوي إنسان
قال هاي حررت لك الشياطين وفرجينا شو بدك تسوي واعمل اللي بدك اياه. هلا فالشياطين اللي موجوده على شكلتين، اشي اصلا موجود مثله مثل ابليس او اكبر منه وما له علاقه بابليس، واشي لما ابليس تزاوج مع هاي الذريه شو صار من ذريتهم، ولا يمنع انه ابليس تزاوج من بشريات باعوا انفسهم لمين؟ للشيطان، فاصبحت ذراريهم ايضا للشيطان، والله اعلم. يعني هذا موضوع مختلف عليه، يعني زواج الانس من الجن موضوع مختلف عليه، ولن اخوض فيه لانه في خلافات كثيره وعميقه في هذا الباب. هذا درس لحاله طويل ولكن بعجالة، خلينا أجاوب بعجالة وبعدين إن شاء الله نشوف شو بدنا نسوي. الله سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة ولما خاطب إبليس معهم شو قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة، ولكن خلق آدم لم يكن منه الغاية إنه يكون في الأرض، وجود آدم كان الغاية منه إنه يكون فين؟ في الجنة. عشان هيك لما خاطب آدم شو قال له؟ أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. فالإشي اللي موجود إنه في عنا خطابين، خطاب الله للملائكة وإبليس جعله في الأرض خليفة، خطاب الله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة. شو معناه؟ معناه إنه الله سبحانه وتعالى من الابتداء ما يقول إني جاعل في الأرض خليفة، كأنه هناك حوار طويل بين الله عز وجل وبين الملائكة، حتى أن الملائكة ترد على الله سبحانه وتعالى وتقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأنه في خطاب طويل. فالاختصار هذا شو بيعني؟ بيعني أن الله سبحانه وتعالى علمهم أن أنا سأخلق مخلوق الأصل فيه أنه يكون فين؟ من أهل الجنة. ولكن يعني إبليس، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس، إبليس سيرفض هذا الخلق، وإبليس في قلبه مرض، وإبليس راح يوسوس له، وإياك أن تفعل يا إبليس. وعشان أعرف إنك أنت ما راح تفعل، راح أطلب منك ومن الملائكة إنك شو تسوي؟ إنك تسجد دلالة على البيعة والطاعة، إنك أنت حطيت الطاعة لله عز وجل، إنك أنت ما راح تفسق. ولكن إبليس لن يرضى عن أمري، وآدم سينصاع لأمر مين؟ إبليس. وبالتالي سيخرج آدم من الجنة، وسأصنع دنيا، حياة دنيا، وأصادعهم فيها نتيجة هذا الأمر. فلما قال سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذه إنما تدل على علم الغيب العظيم لله سبحانه وتعالى لما سيحدث. إنما تكلمنا في درس طويل سميناه علة الخلق، بينا فيه انه علة الخلق ان نكون ان شاء الله من اهل الجنة، وهي الغاية الاولانية، وان شاء الله سنعود الى بيوتنا الى الجنة احنا واياكم من اهلها. سؤال اخير وبعدين من يضربهم بش الله يسلمك. جن مسلم طبعا اخوان، وان منا القاسطون، يعني المؤمنون، في الجن على صنفين مسلم وكافر. هلا الجن الكافر شو بنسميه؟ الجن الكافر شو بنسميه؟ اما مبلس اذا كان كفره لنفسه، اذا كان كفره لنفسه مبلس، او شو بنسميه؟ شيطان اذا كان كفره يؤدي الى محاولته ان يضر بغيره. في عندك جني لفظ عام على كل الصنف، جن شو نسميه لفظ عام، وفي هذا الجن شو فيه له أصناف، في منه المؤمن، في منه المحسن، في منه المقصد، وفي منه المبلس، وفي منه الشيطان، وفي منه المرض، وفي منه العفاريت، وفي منه أصناف كثيرة من الأصناف اللي موجودة. ولكن يعني لفظتين مهمتين جاءوا في القرآن الكريم، هم إيش؟ إما جن، جان، أو إيش؟ شيطان.
إذا جاءت الكلمة بلفظة شيطان نعلم أنه هذا كافر، ومش بس كافر، مؤذي لغيره، كافر مؤذي لغيره، هيك بنعرف شيطان. أما لما تأتي جان أو جن، فهون شو بدنا ندرسها، لأنه تحتمل أن تكون مؤمن وتحتمل أن تكون كافر. وفي العموم إخواني، للي بيسألني كثير لأنه هذا السؤال يأتيني، هل يجوز التعامل مع الجان وهذا الجان مؤمن؟ هل يجوز التعامل مع الجان المؤمن لإفادة المسلمين؟ هذا السؤال إخواني كثير بيجيني كثير، يعني كل أكم من يوم بيسألني واحد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هذا السؤال. فنقول إخواني، وما يدريك أنه مؤمن؟ والرسول عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ ولقد صدقك وهو كذوب. شو صفته؟ مش كذاب، كذوب صيغة مبالغة لصيغة المبالغة، صيغة مبالغة لصيغة المبالغة، يعني كاذب، كذاب، كذوب. فهو أكثر أنواع أو أكثر درجات الكذب. يعني الشيطان ما في عنده مشكلة شنو يقول لك؟ أنا مسلم بالضبط، أنا أكثر واحد بيسوي خير، أنا أكثر واحد بحب الناس، أنا أكثر واحد بدور على خيرهم، أنا بدي أعطيك تسوي كذا، بدي أماكنك تسوي كذا. ما يدريك أنه مسلم وأنه مش شيطان. وكم إخواني من الحالات التي مرت علينا، وكنا نشوف ناس بدشاديش ودقنها بيضة تكاد تصل إلى وسط جسدها، شو بقول لك أنا إنسان أعالج وإنسان أرقي، وفي النهاية شو بنكتشف؟ إنه هو ساحر، وإنه هو يتعامل مع الشياطين. عشان هيك إخواني نقول القاعدة، يعني القاعدة حتى إنه إحنا ما نخرج عن الصواب، فزادوهم رهقة. من الأصل إحنا ما نتعامل مع الشياطين سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لا يجوز أنك تتعامل معها. نكتفي بهذا المقدار إخواني، باقي الأسئلة خلوها للدرس. طبعا في، بس ايش هذا، خليها سؤال لدرس قادم باذن الله. ندعو الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء ان شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقاضي. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك، أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزون. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عليك وسلم خيرا، علامة ما شاء الله، الله يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك ما شاء الله عليك. هاي الكبرى السلام عليكم. السلام في لك سلام من واحد شاب وصاني قال لي سلم على الشيخ خالد، مش برا. فين السلام؟ هاي سلمنا عليكم. سلام الله، مش يعني ظرف ولا ايش؟ لا سلام سلام. حائط المكة عمان ولا عرس تحت فرضينه، بس موقف عشان مباشر انتبه لألفاظك. خليني اوقف التسجيل بعدين تاخذ راحتك في الحكي. بسم الله خلصت.